في ريال يبي يتقدم لي وزين وطيب ويعني وضعه زين، لكن بطيء في الكلام. اي عادي، شو المشكلة؟ الريال ما يعيبه شيء، مثل ما نقول دائما من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال شكله. سبحان الله، الرجل ما يعيبه شيء. يمكن المرأة إذا هي عندها هالمشكلة يعني أهلها يخافون عليها إنها تتأخر في الزواج، لكن بعد مو شرط نصيبي، لأنها مثلا جميلة حلوة وبي حد. أنا أعرف شخص تزوج وحدة لأنها ناجية سرطان، يعني كبرت في عينه وايد وايد، حس إنه فخور فيها، في ريايلتي. فالريال ما يهيبه شيء، بالعكس. شو يعني بطيء؟ عادي عادي، بالعكس، يعني أخلاقه زينة، إنسان محترم كريم. ترى ما في شيء كامل، لكن في شيء أحسن عن شيء. الله يحفظك حبيبتي ويسعدك ويوفقك.